السلام عليكم. لو واحد قال لك you can't fill my shoes، أولا تعال نقسمها. كلمة fill، fill معناها يملأ أو يعبر، okay؟ shoes معناها حذاء. لكن لما يجي يقول لك you can't fill my shoes معناها إيه؟ مش معناها إن أنت ما تقدرش تملأ حذائي، لا، معناها ان انت ما تقدرش تستبدلني، ما فيش بديل ليا، اوكي؟ ما تقدرش تجيب بديل ليا. You can't fill my shoes، اوكي؟ او ممكن تقولها على اسم واحد، You can't fill محمد's shoes، يعني انت ما تقدرش تستبدل محمد، ما تجيبش بديل لمحمد، ما فيش زيه يعني، اوكي؟ Goodbye.